تقدم مجموعة من المزورين في المحافظة نينوى. هؤلاء المزورين يتدخلون في دوائر الدولة بالكامل، سواء كان مديرية المرور، مديرية الجنسية، جوازات، مبالغ النقدية، مديرية العقارات، وكثير من الأعمال المشينة التي تحاول أن تعرقل مسيرة محافظة نينوى. احنا اليوم الفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية، سواء كان عملها يتضمن مكافحة الإرهاب، ولكن في الحقيقة اليوم كان اتجاهنا اتجاه هو خدمة المواطن بالشكل اللي يأمن مسيرة حياة المواطن من خلال أعماله اليومية، مسيرته اليومية، انطلاقه الحقيقي لعيشته اليومية هكذا، وبالتحديد رزقك. يعني اليوم المبالغ النقدية اللي أمامكم سواء كان بالعملة العراقية أو بالعملة الأجنبية هي حقيقة داخلة فيها مخابرات أجنبية، وهاي المخابرات بالتالي راح تحاول جهد الإمكان أن تعرقل مسيرة الحياة في الموصل.